المسيح كان بهاجم الرياء والكبرياء الديني اللي كانت بتستخدمه الناس وبتستغله في اسم الدين. ومثل ما ذكرت، لو يسوع اليوم عم بيمشي في شوارعنا وبيسمع كم الهائل من الكلام الباطل واستخدام اسم الله بالحلفان والقسم، طبعا شيء مزري، وطبعا شيء عم بنقلل من قداسة ومن أهمية الله. طبعا الرب مش ممكن يشارك مجده مع آخر. من أجل هذا أحبائي، الكتاب بعلمنا أنه نعيش بأمانة بالصدق، لأنه الكذب هي من صفات الشيطان. ما في داعي أنك أنت تصدق كلامك بأي كلام حلفان. خلاص، الإنسان اللي على حق واللي بيسلك في النور، على حق وبيسلك في النور، حياتك بتكون في النور وانت بتتكلم الحق، حتى لو أسيء فهمك وحتى لو هجمت على شيء انت يمكن ما فعلته، الحق أقوى. والنور طبعا هو اللي بيفضح وبيكشف كل تزييف وكل ضلال. الله قدوس. إذا فهمنا طبيعة الله وإذا درسنا صفات الله، فطبعا هذا شيء خطير أنه نستخدم اسم الله. فالله هو الذي قال: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لا تحلف باسمي بالكذب. نازلين على صغير وكبير عم نستخدم اسم الله. الرب يرحم بلادنا من هالخطية ومن هذا العيب اللي تعودنا عليه، صار جزء من ثقافتنا وصار جزء من عاداتنا. المسيح قال: لا تحلفوا البتة، خلي كلامك نعم نعم لا لا. الرب هو الشاهد، وخليك انت تسلك بأمانة وبحق وبنور أمام الله وأمام الناس. الرب يباركك.